الاولمبي عمل انجاز عظيم جدا. الحمد لله طبعا. باريس معايا واحد من الجنود لاعبي منتخب مصر من المغرب، كابتن محمد سمير لاعب منتخبنا الوطني الاولمبي من المغرب، بحييك والف مليون مبروك الفوز اليوم والصعود رسميا لاولمبياد باريس. حبيبي يا كابتن كريم، الله يبارك فيك. الف مليون مبروك. اداء المنتخب في هذه البطوله اداء رائع ومبهر جدا، بعض الناس شككوا فيكم وقالوا ان هم هيروحوا مش هيعملوا حاجه، ورغم كده عملتوا كل حاجه كويسه، كل حاجه عظيمه، وشرفتونا ورفعتوا راسنا يا كابتن محمد. والله الحمد لله، ربنا كرمنا النهارده بالمكسب. الحمد لله احنا شغالين، يعني بقى لنا 10 شهور الحمد لله بنتعب بنشتغل بنجتهد، معسكرات سفر بره، ماتشات وديه جوه مع منتخبات كلها، منتخبات افريقيه، والحمد لله احتكينا بجميع المدارس يعني. والحمد لله احنا كنا جايين البطوله واحنا حاطين هدف قدامنا ان احنا نصعد الاولمبياد وان احنا ناخد البطوله ان شاء الله، وده اللي احنا شغالين عليه. والحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالمكسب وصعدنا للنهائي، وباذن الله ربنا يكرمنا في النهائي وناخد البطوله باذن الله ونرجع مبسوطين كلنا. عايز اخدك الاول في بدايه البطوله، مباراه النيجر. مباراه النيجر دي هي واحده من اغرب مباريات كره القدم على مر التاريخ، يعني فيها كميه سوء حظ مش طبيعي، يعني 5 كرات في العارضه والقائمين. تصورت بعد المباراه دي ان هيحصل لكم حاله احباط، هيحصل حاله ياس، والامور ممكن تكر وتبقى النتائج سلبيه، ورغم كده بعد المباراه دي النتائج بقت افضل كثيره والاداء كمان بقى افضل كثيره. لا والله الحمد لله احنا شغالين مع الراجل هنا، الكوتش شغال معانا في التمرين وفي الماتشات وبالفيديو وكل حاجه، بنخلص الماتش بناخد كل ماتش الماتش وبنتفرج على نفسينا بنشوف السلبيات والايجابيات، وكلنا بنشتغل وكلنا هنا تيم واحد، والحمد لله كلنا بنكمل بعض، وده باين علينا في ماتش عن الثاني عن الثالث، الاداء بيتطور وبنكسب والحمد لله. برضو احنا عندنا حاجه ايجابيه، احنا لحد دلوقتي ما دخلش فينا ولا جون، فده نتيجه شغل بنعمله ونتيجه حاجات يعني بننفذها. اداء كان محترم جدا النهارده، في احتفاليه ليك حلوه قوي اتذاعت على كل منصات السوشيال ميديا ورقصه حلوه جدا، يعني انت واخدها من سعد دي ولا بتاعتك انت دي؟ لا والله يعني الحاجات دي يعني بتبقى حاجه تلقائيه، بتبقى فرحه كده، الواحد بيبقى فرحان من قلبه. الاحداث دي مش بتبقى موجوده كتير في حياتك انت كلاعب، فدي حاجه طبيعيه. احنا كلنا بنبقى مركزين في الماتش وكلنا بنبقى على يعني كلنا بنبقى عايزين نعمل احسن حاجه، وفي نفس الوقت لما بنفرح بنفرح بجد يعني الحمد لله. الرقصه ترند دلوقتي، طب هي بتعبر عن ايه؟ طب الفكره ايه؟ عشان هي بتتذاع دلوقتي وانت بتكلمني. يعني رقصه اللي انت اللي اتذاعت لك النهارده على تيك توك، في حركه انت بتعملها كده، عمال تعمل حركه كده لطيفه يعني. لا هي في اغنيه اجنبي في تيك توكر شهير بيعملها يعني، فهم اللعيبه شغلوها فرقصنا عليها، هي دي الرقصه بس. حلوه جدا حلوه جدا. كابتن محمد عندنا مباراه نهائيه ان شاء الله باذن الله، انا عارف انه الهدف الاهم هو الوصول لاولمبياد باريس، افكاركم ايه للمباراه النهائيه؟ طموحكم ايه في المباراه النهائيه؟ ان شاء الله نفوز بالبطوله يعني. والله احنا يعني قبل ما نوصل اساسا للماتش بتاع النهارده ده احنا بنتكلم، اللعيبه كلها بتتكلم ان احنا يعني بناخد كل ماتش بماتش، وربنا كرمنا النهارده خلاص بنفرح شويه، من بكره هنبتدي تمرين وهنبتدي تركيز في النهائي. خلاص احنا خدنا خطوه اللي هي حلمنا اللي هو الصعود للاولمبياد وحققناها، الخطوه الثانيه ان احنا ناخد البطوله ودي مش بعيده عننا. المنتخب اللي قبلنا المنتخب اللي فات منتخب 97 خد البطوله، فاحنا برضو عايزين نعمل نفس الانجاز لنفسينا وللمنتخب ولبلدنا كلها ان شاء الله، فربنا يكرمنا ان شاء الله في النهائي وناخد البطوله ان شاء الله. صحيح. كابتن محمد سمير لاعب منتخبنا الوطني الاولمبي من المغرب، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى، الف مليون مبروك الصعود لاولمبياد باريس والوصول لنهائي كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه.